فاطمة خير: البرنامج الحكومي أنصف المرأة المغربية بالتعهد بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة. تمنت فاطمة خير النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار الاهتمام الكبير الذي يوليه البرنامج الحكومي للمرأة، مؤكدة أن الحكومة الجديدة قررت بكل جرأة الرقي بالمرأة من خلال رفع تمثيلية النساء إلى الثلث في الجهاز الحكومي، وكذا رفع نسبة النشطاء النساء إلى 30% عوض 20%. وأكدت الممثلة فاطمة خير خلال مناقشتها للبرنامج الحكومي أن الهدف هو إقرار المزيد من المكاسب للمرأة المغربية على كافة الأصعدة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز ضدها. وعبرت خير عن دعمها وسعادتها لكون البرنامج الحكومي يتعهد بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة.